هذا الفيديو هذا كان نوثق لكم فيه اجواء مباشره من جامعة فنوى كانكم معنا. شوفوا تبارك الله السياحه عائمه لمدينه مراكش، وهذا بفضل الله تعالى. ما تنساوش اخوتي تدعمونا وتحفزونا، ودائما كنستمر معكم في نفس الاحداث بشكل يومي. الله عليك يا مراكش، الله عليك. شوفوا الاحداث، شوفوا الاجواء، شوفوا تبارك الله الكوتشيات كيفاش مصفين صف على صف. وهذه هي مراكش، الناس اللي بغات تكتشف مراكش وتعرف مراكش، ها هي مراكش. ما تنساوش اخوتي توصلوا لنا هذا الفيديو على الاقل نص مليون، باش ان شاء الله نستمر معكم في الدعم. ودائما الاحداث، ودائما الاحداث. شوفوا تبارك الله مراكش وكانكم معنا خوتي، دائما وابدا حفزونا ودعمونا باش نستمر معكم في نفس الاحداث ديال مدينه مراكش. شوفوا اخوتي الاحداث، شوفوا الحياه، اللهم بارك. شوفوا شوفوا اخوتي، ما تنساوش تدعمونا وتحفزونا باش نستمروا معكم في نفس الاحداث. تفرجوا اخوتي، شوفوا الحياه كي دايره في جامعتنا وكانكم معنا. ما تنساوش تشاركونا الاحداث ديالكم حتى انتم. ضروب المعلم ضروب الحياه. انا سيدي هاي يا جماعتنا عدت لكم من جديد. ضروب المعلم ضروب، شوفوا الحياه عادت من جديد. لحظات واعره، الحمد لله الحياه تعود من جديد. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله الحياه كي دايره في جامعتنا. الان شوفوا اخوتي الافاعي، شوف الحوش قداش، يا ربي السلامة. يقولوا عاجي ما تخافش، الله اجواء واعره اخوتي، اجواء واعره، لحظات واعره من جامعتنا. الحمد لله الحياه عادت من جديد، وهذا بفضل الله تعالى. انا دابا حالي غادي ندخل بكم في جوله الى جامعتنا وتشوفوا الاحداث كما هي بدون تقاطع بدون فلتر، وداك الشيء 100%. يلا اخوتي على بركه الله، انا غنشارك معكم الاحداث صوت وصوره على بركه الله. دابا غادي ندخلوا بكم لجامعتنا. ما تنساوش انتم اخوتي تدعمونا وكملوا الفيديو حتى الاخر، غتشوفوا الاحداث ديال جامعتنا كما هي. دائما اخوتي ما تنساوش انتم التحفيزات ديالكم، هانتوما جامعتنا. واخا في هاد الوقيته كتكون خاويه شويه لان جاي في 3 النهار واقيلا 3، معليش غادي نشاركوها معكم بالمختصر المفيد. جامعتنا اللهم بارك غزاله، والله احداث غزاله في جامعتنا. الحياه عادت من جديد، وهذا بفضل الله تعالى. خوتي انتوما كي قلت لكم ما تنساوش الدعم ديالكم وتحفزونا باش دائما نستمروا معكم في نشر الاحداث. والحمد لله حقا ما قلت لكم شكرا حيت وصلتونا 11 كا، شكرا بزاف، وان شاء الله قريب 12. وكنتمنوا عاوتاني تدعمونا وتحفزونا باش نحققوا الشروط ديال القناه. وها حنا في جامعتنا الان، شاهدوا معنا جامعتنا، جامعتنا كنصوروها لكم وكانكم معنا. دابا راه 3 ديال النهار اخوتي، معليش الناس ديال الجاليه شكرا بزاف. تحيه لخوتنا الجزائريين حتى هما كيتبعونا، التوانسه، العرب كاملين فيما كانوا، شكرا بزاف، شكرا بزاف على التحفيزات ديالكم اخوتي. ايوا هذه هي حال جماعتنا، جماعتنا هذا هو حال دائما الحمد لله في التقدم والازدهار والتطور، وهذا بفضل الله تعالى. انا كنشارك معكم الحدث صوت وصوره، وكنشارك معكم الحدث بدون تقاطع، فيديو توثيقي كيوثق لكم الاجواء 100%. ماشي غادي نصور لكم اللقطات لا معينه مثلا، لا غنصور لكم الفيديو طويل، يعني حتى غيبقى تقريبا فيه واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق، فيديو توثيقي 100%. يلا خوتي ما تنساوش لي لايك ديالكم، وما تنساوش تحفزونا، ما تنساوش تحفزونا بلي لايك، وما تنساوش تابونا عندنا في القناه اخوتي. منين غادي نغتنموا الفرصه غنصور لكم داك السمعه اللي طاحت في جامعتنا، هي غادي يعاودوها بالترميم. شتيوها السمعه اللي طاحت غادي يعاودوها بالترميم. هذا هو ضرب دباشي داخل الليه، الناس اللي مراكش اللي عارفينو، الناس اللي كيكونوا كيعرفوا مراكش. هانتوما اخوتي الاحداث ديال مدينه مراكش باستمراريه، الناس الحمد لله خارجه داخله، وهذا بفضل الله تعالى عادت المياه الى مجاريها، والناس صراحه بدات نسات هذيك الدقه ديال الزلزال. دائما ما كنشاركوا معكم الحدث صوت وصوره، سبحان الله العظيم كاين الناس اللي كيدعمونا وكيحفزونا عكس اللي كيبقاو كيسبوا بدون سبب.
كاينين الناس كيسبوك بدون سبب يعني ما عندهم بك حتى شي، بخصوص كاينين شي ناس من الجزائر الله يهديهم وهاني ماشي مشكل، حنا خوت كنبقاو خوت قبل كل شيء، حنا خوت قبل كل شيء. الاحداث كنصور لكم وكانكم معنا من مدينه مراكش، هانتوما خوت السياحه عائمه اللهم بارك على مدينه مراكش وتبارك الله، وهذا الشيء راه كيفرح. ومراكش الحمد لله رجعت كانها دوله اوروبيه باش تعرفوا، راه تبارك الله السياحه اكثر من العرب. فاش كتدخل الجامعه فين كتقول واش واش حنا اللي معاك، كتلقى العرب قلال كيتصحاب لك واش حنا اللي عندهم ماشي هما اللي عندنا، وهذا راه تبارك الله راه شيء كيفرح. وانا اخوتي بالنسبه للناس اللي تقول كتشارك جامعه فينا بزاف، انا الحمد لله هادشي اللي كندير يعني كنشارك معكم الاحداث ديال مدينه مراكش باستمراريه، يعني ماشي مدعوم شي طرف ولا، الحمد لله داكشي حبا في بلادنا كنشاركوا مع كنشاركوا هاد الاحداث يعني حبا في البلاد ديالنا، وكنعطيو الصوره زوينه على بلادنا، وكنشاركوا معكم الحدث يعني صوت وصوره وبدون تقاطع. هادشي اللي كاين اخوتي، وان شاء الله القادم افضل، القادم افضل ان شاء الله. ما تنساوش اخوتي تدعمونا وتحفزونا، وشكرا لكم بزاف. وهذا هو البرنس، هذا هو البرنس، وان شاء الله لنعاود لكم عاوتاني في شي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله تعالى.